مساء الخير ومساء البهجة والسعادة. الحقيقة النهاردة يعني بتغمرني البهجة والسعادة عشان يكون معايا واحد من الأعلام، أعلام كتيبة الطب المصرية، الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب. والحقيقة هي مش التايتل بس، هو إنسان وراقي ومحترم وخدوم جدا جدا جدا، وبتعامل مع معهد القلب على إنه يعني باعتباره المضيف، وبالتالي بيصل لمعهد القلب بيعرف ان قد ايه الناس ديت جيده الاستضافة وكريمه الاستقبال، وبالتالي هو المعهد الان في حالة قلق وفي حالة عمل شاق، خاصة في تكليف رئاسي بان الجراحات او العمليات اللي كانت متأجلة وطوابير الانتظار تنتهي. عشان كده احنا رحنا معهد القلب، ان معهد القلب من العلامات اللي تؤشر على نجاح هذه المبادرة او عدم نجاح، لانه بيستقبل اعداد لا قبل لمعهد في مصر بها، فضلا ان عمليات القلب بتحتاج وقت وبتحتاج مجهود وبتكان في فترات انتظار قياسية في هذا الموضوع. عشان كده عشان تقيس نجاح هذه المبادرة لازم تقعد مع الدكتور جمال شعبان، والدكتور جمال شعبان هو ضيف الحقيقي دائما وابدا بيمتعنا بارائه وبافكاره وكمان باستشاراته، وبالتالي اللي عايز يسال طبيب القلب المصري الوطني المحترم الدكتور جمال شعبان اهلا وسهلا بيه. بس لو دعوني ارحب بيه، اهلا بيك يا دكتور، ومنور الدنيا بحالك.